صار بينطلق فيها بيحاول يتقدم كرة بيمر فيها خطرة منطقة المنتعش خطرة بالجول جول ثاني جول ثاني على عباس الأباتشي بيحط له هدف ثاني بيتابع كرة بيرسلها بيلعبها بمتابعة بيلعب يعني بامتيازه بحضوره أمام مرمى نادي التضامن بيرمي الكرة إذن الأباتشي في مرمى نادي التضامن بنجاح حلوة حلوة قرأ أيضا تقدم إمشاري العنزي من جهة اليسار وشوف شوف 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 هو مرتاح تقدم تقدم بدون أي مراقبة بدون أي متابعة ليكون بأفضلية مريحة الحقيقة بيحط هدف في مرمى نادي التضامن مع تحرك قوي جدا وضغط نادي التضامن لكن أتى الرد سريع الحقيقة مع نجومية مشاري العنزي من جهة اليسار ليتابع أيضا